السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال حاسون دو ضن يا لدي باتيسن عيلك دبا عيلك حكيم هذا عن طلع عنه أنت بدن وخروح وكذي وحين أغاني إن شاء الله تعالى إن عن طلع إنه أنا جو عنه إنه كلها إنه ليه حرمت وحوه ري بروتين كربوهيدراتيس فاتيس فيتامينس مينرال أن واتر وأن متكسر سوق هذا دونا أنتوين كلاجها تصار لك أنت بدن حسويدين سومالي ذا بروتينكا منتدى لجهلا كربوهيدراتسكا منتدى لجهلا فاتسكا منتدى لجهلا فيتامينسكا نوعيز كردو انتدى لجهلا مينرالكا انتدى لجهلا بيها كل جمل وقدرنا فايدة إليهن هذا بو حسكو دي دون إن شاء الله تعالى إن نحب الحبيب سوق هذا إنه بروتينكا منتوينكا لجهلا رأينا صوترنا كربوهيدراتسكا منتوينكا لجهلا رأينا صوترنا فاتسكا منتوينكا لجهلا فيتامينسكا منتوينكا لجهلا مينرالكا منتوينكا لجهلا هذا بو حاول تمارين تمك أنت سكو درستي وجرك هذا أو أنت هذا مستر من فائدة لو عنا إن عافماتك قاعدين وعافماتك زيادة يو لكن حقيقة مركا أنت بنصومال أنا قاعد عنا أنت بروتين كليلة كربون هيدرت كان غمغان كربو هيدرت كان غمغان عذران وعيا فاتس كي يعني غمغان سام تايمز أنت كجران فيتامينز كي نوير مينرال كي نوير بيه سفع معابنا مركو حسودينا إن المبارنا أنتوين ككل دون لجها لو وحيلهان أه فائدة من كل جرت عن كهلنا من ترى سياسة لم يقدر تضبط أي عيلي ومعناها سير عن تلي عنين أما لا فريستي أما لا جيفتي أما خلقه قبواي هذا بحاجة عن تكسر أنا وأين عنه وحن كهلنا وحلو يقانو إنرجي إنرجي جاس وتبر تبر تاسي ومدى عينه وحقه قبنا هذه إن عن تلي عين عني ما لا فريسنه oo aynu shaqo ku qaban waxa ogaatay jirkeena wuxuu u keedinayaa sida baruurti oo kale haddaba waa muhiim in cuntada aynu cunno aynu wax ku qabano oo aynu shaqo ku qabano si cuntadii aynu cunay xaraaradii aynu ka helno jirkeena xaraaradii cuntadaas uu ka helay aynu u gubno macnaha dhiigka naga soo baxay u jeedaan waa gubniin aynu gubnay cuntadii aynu cunay xaraaradii uu lahaa haddaba insha Allah taala waxaan rajaynayaa إن برنامج جديد صوص عطاء أروح بدنا كفاية يسدون تان وحن أوه رين دونا سدا ليسكو عاتيو كو أنا واستعمال دونا صعدك سيلسكو عاتيو عنتين كلدون إيو سيلسكو عاتيو إن عنتين كلدون عنتين وكان إن البروت جيكا كوجر أي قفتو سياس درت البرنامج كاس لصعد إن شاء الله تعالى سبسكرايب لها يوتيوب كيغا بيش كيغا سيئد ورسو عطان وحيلها فائدة له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.